السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دايما على قناة موبيل طب دي زاد للسيارات المستعملة في الجزائر. في فيديو اليوم وكالعادة أجمعك مجموعة من السيارات أوكازو مع أرقام الهواتف المرفقة. أسعار السيارات اليوم تبدأ من 101 مليون حتى 185 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك من عندنا كل جديد. وعلى بركة الله بدون نطلع عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو من اليوم، فابقوا معنا. نبدأ مع السيارة رقم واحد على رأس قائمة اليوم وهي هايما ام 3 اني 2015. محرك هاد الهايما جي بي ال، يعني الطوموبيل تمشي بالغاز. قدرات المحرك 1.5 في في تي 105 حصان. لابوط فيتاس مانويال. الطوموبيل ماشية 180 ميل كيلومتر. لون السيارة غريارجو ولاكات غريز صافية. هاد الطوموبيل توت اوبسيون. صاحب السيارة من ولاية المدية وراه مسمو في هاد الهايما ام 3 101 مليون. السيارة ما فيها صبغة. محرك الطوموبيل في حالة جيدة ولا سوسبونسيو تاع السيارة جيدة. السيارة رقم 2 شيفرولي سيل 5 بورت اكسكلوسيف اني 2014. محركات شيفرولي جي بي ال، يعني الطوموبيل تمشي بالغاز. قدرة المحرك 1.4 97 حصان. لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 56 ألف كيلومتر. لون الطوموبيل نوار ولاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيو. صاحب الطوموبيل من ولاية معسكر وسيارة شيفرولي سيل 5 بورت اكسكلوسيف وهو 140 مليون بري فيكسي. السيارة فيها الغاز 2021. الطوموبيل فيها باب كوتي باساجي معود، ما كاش شوك وما كاش ماستيك. محرك السيارة امبيكاب ولا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة رقم 3 فيات باندا 4x4 اني 2014. محرك الفيات ديازال. قدرة المحرك 1.3 16 في 70 حصان. لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 160 ألف كيلومتر. لاكات غريز صافية. الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من الجي سونت راه مسموه في هاد الفيات باندا 138 مليون. محرك السيارة امبيكابل. لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. وهاد الفيات باندا نقية. السيارة رقم 4 اودي اني 2013. محرك هاد الاودي ايسونس. قدرة المحرك 1.4 تي اف سي 185 حصان. لابوط فيتاس اوتوماتيك. السيارة ماشية 125 ألف كيلومتر. لاكات غريز صافية. اوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من بن عكيون ولاية الجزائر العاصمة وسعر هاد الاودي ان هو 185 مليون بري نيغوسيابل. اي بالامكان انكم تجيبو هاد الطوموبيل بسعر اقل. السيارة ما فيهاش بنتورا. محرك الطوموبيل امبيكابل. لا سوسبونسيو تاع السيارة جيدة. وهاد الاودي ان نقية. السيارة رقم 5 سيتروين سي كات فيتامين اني 2013. محرك سي كات ايسونس. قدرة المحرك 1.6. لابوط فيتاس مانويال. الطوموبيل ماشية 100 ميل كيلومتر. لون السيارة غري ولاكات غريز صافية. هاد الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية برج بوعريريش وراه مسامو في هاد السيتروين سي كات فيتامين 150 مليون. محرك السيارة امبيكابل. لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. وهاد السيتروين سي كات فيتامين نقية. السيارة رقم 6 كيا بيكانتو اكس اني 2019. محرك هاد البيكانتو ايسونس. قدرة المحرك 1.0 ام بي 67 حصان. لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 23 ألف كيلومتر. لون طوموبيل غري ولاكات غريز صافية. الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية بازا وراه مسمو في الكيا بيكانتو اكس 185 مليون. صاحب الطوموبيل قبل يبرز. السيارة ما فيها صبغة. محرك الطوموبيل امبيكابل.
لا سسبنسو تاع السيارة جيدة وطوموبيل نقية. السيارة رقم 7 فورد فيستا تراند لوك يعني 2014، محرك هاد لا فورد ايسونس، قدرة المحرك 1.25، لا بوت فيتاس مانويال، السيارة مشات 92000 كيلومتر، لونطوموبيل بلو ولا كاد غريز صافية. سيارة توتوبسيو صاحب الطوموبيل من ولاية الجزائر العاصمة، رغم سمو في هاد الفورد فيستا تراند لوك 180 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سسبنسو تاع الطوموبيل جيدة والسيارة نقية. غادي نكون كملنا معكم كاع السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الاخير ما تنساو ديروا جيم الفيديو ديال البارطاج، ارقام الهواتف تصحاب السيارات رايك العادة دائما في صندوق الوصف الموجود اسفل الفيديو، مع الكم سبب الضغط على عرض المزيد او على عنوان الفيديو، وتضرب بكم صندوق الوصف في ارقام الهواتف. والى ملتقى فيديوهات اخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.